السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبتنا الأعزاء. اليوم راح نتكلم عن استخدامات المنظومة الهيدروليكية. طبعا مثل ما تعرفون هناك عدة استخدامات للمنظومة الهيدروليكية، فممكن أن تستخدم لغرض التوجيه أو الاستدارة، أنظمة الاستدارة الموجودة بالسيارات والساحبات، ممكن أن تستخدم لأجهزة الفرامل أو المكابح اللي نسميها بالعامي البريك، وممكن أن تستخدم أيضا لغرض رفع وخفض المعدات الزراعية المرتبطة بالساحبة عن طريق جهاز الرفع الهيدروليكي. طبعا بشكل عام تدخل أيضا المنظومات الهيدروليكية بكثرة في المعدات الثقيلة مثل كما هو الحال في البلدوزر والجريدر والشفر. ممكن أن تحرك الكيلة عدة حركات. ابتداء راح ناخذ جهاز التوجيه اللي راح يكون ايضا بنوعيتين مبدئيا، نوعيتين رئيسيه طبعا، التوجيه الميكانيكي اللي هو كان سائد قديما، وحيث مثل ما تعرفون المنظومه جدا بسيطه لكن شنو تولد صعوبه على السائق اثناء الاستداره. هاي المنظومه تتكون ببساطه من عندنا من ترس لولبي او يسموه حلزوني او قرصي يسموه كينيون، هذا الترس الصغير، وترس اخر يسموه مستقيم يسموه راك او يسموه المشط بالعاميه. هذا اثناء الدوران بهالاتجاه او بهالاتجاه راح يحرك لي الترس المستقيم احد الاتجاهين، وبالتالي حيحرك لي الاطارات الموجوده إلى اليمين أو إلى اليسار. هذا ببساطة التوجيه الميكانيكي مثل ما تشوفون ترس لولبي أو حلزوني وترس مستقيم. هاي الصورة غلط، ترس مستقيم يسموه مشط الصيرين، يحرك الترس المستقيم مجموعة من العتلات، إذن العتلات تشوفوهن زين، التي في نهاية العجلة الأرضية تدير العجلة الأرضية في الاتجاه المطلوب. طبعا هذا من عيوبه انه يعتمد بشكل كلي على الجهد العضلي للسائق زين. بعد ذلك تطورت اجهزه الاستداره فاصبحت مدعمه هيدروليكيا. يعني شنو؟ يعني اضافه الى الجهد العضلي او الميكانيكي هناك جهد اضافي هيدروليكي مساعد راح يكون عندنا. من شنو تتكون المنظومه؟ خلينا نجي نشوف بشكل عام. راح تتكون المنظومة مثل ما تشوفون هاي أمامكم، هاي طبعا المنظومة المدعمة هيدروليكيا أو المزودة بمنظومة هيدروليكية. راح تتكون أيضا مثل المنظومة العادية من ترس بينيون، هذا واحد زين، وترس مستقيم اللي هو راح يكون اثنين، هذا الجزء العادي. الجزء الآخر راح يكون إضافي هو منظومة هيدروليكية. شنو هذه المنظومة؟ أول شيء بيها تحتوي على مكبس، الاتجاه راح يكون موازي لاتجاه المشط السيارة اللي احنا نسميه العامية او الترس المستقيم. هذه اسطوانة هيدروليكية ثنائية الفعل، يمكن ان تتحرك بهالاتجاه وممكن ان تتحرك بهالاتجاه، ويصلها الزيت عن طريق صمام توجيهي. هذا الصمام التوجيهي يرتبط بالمضخة، هاي المضخة والخزان. طبعا هنا هذا هو راسم لك الفجر لاين اللي هو راح يكون على سبب البي جاي من البام، هذا بي وهذا تي راجع للخزان، وهذا اي واحد من عندهم ممكن يسميه اي وممكن يسميه بي زين. فهذا الصمام ممكن ان يفتح خط البي ويا الاي والتي ويا البي، او ممكن يفتح خط بالعكس البي ويا البي والتي ويا الاي راجع راح يكون زين. فبهثناء هالعمليه شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي في وضع الحياد، طبعا هاي الصمام يكون مفتوح مثل ما مذكور هنا تحت صمام توجيه اللي هو راح يكون مذكور هنا مفتوح المركز. ليش مفتوح المركز؟ في الوضع العادي اللي انا ما عندي استداره دا امشي بخط مستقيم، فراح يجي الزيت من البامب هذا بي راح وين يروح؟ حتى ليس بضرر المنظومة راح يروح للتاك يرجع للخزان، فدورة كاملة ما عندي مشكلة بيها. هاي في الوضع الحياد يسموه، في وضع عدم الاستدارة. في وضع الاستدارة
إذا قلنا من خلينا نقول إذا فرضا إذا استدير بهذا الاتجاه شنو اللي راح يصير؟ راح هذا يعد ال بي وهذا التي ال بي وهذا خلينا نقول ال اي وهذا ال بي. ال بي راح يربط ويا من؟ ويا ال اي. وال بي راح يربط ويا ال تي بهالاتجاه. زين؟ هذا راح يدفع الزيت بهالاتجاه وهذا الزيت راح يندفع وين؟ يرجع إلى الخزان. هاي في حالة الاستدارة إلى اليسار. أما في حالة الاستدارة بالعكس إلى اليمين فالعملية راح تنعكس، راح ال P يربط ويا من؟ ال P يربط ويا ال B، وال T وال A يربط ويا ال T. يعني هذا بهالاتجاه وهذا بهالاتجاه. إيش راح يصير عندي؟ الأسهم كلها راح تتغير. هذا راح يروح بهالاتجاه، وأيضا هذا راح يدفع الزيت بالعكس، راح يروح يرجع وين؟ إلى الخزان. فبهذا الشكل راح يشوفون أنتوا هاي المنظومة. إضافة إلى الجهد العضلي أكو جهد إضافي راح يساعد السائق على الاستدارة. هذا تشوفون الأجهزة الحديثة تكون سلسة ومرنة بالاستدارة. من مميزات هذا النوع اللي هو يكون هيدروليكي ميكانيكي، لو فرضنا أنه ما عندنا جزء ميكانيكي هذا لو لغيناه خلينا فقط الهيدروليكي، طبعا ممكن يعني إن شاء الله جدا ممكنة، لكن هنا أكو فميزة لهذا الجزء اللي هو ميكانيكي هيدروليكي. في حال أنه صار عطل عندي بالمضخة أو صار عندي تسرب أو لسبب ما الصمام مالتي صار بانسداد ما قامت تشتغل منظومة الهيدروليكية، فأنا راح أعتمد أقدر أوجه السيارة اعتمادا على الجهد العضلي والجهاز الاستدارة الميكانيكي. بينما لو كان هذا ماكو راح ما أقدر أوجه السيارة ويكون التوجيه مستحيل إذا ما يصلح العطل. فمميزات الجهاز الهيدروليكي الميكانيكي أنه ممكن أنه في حال حدوث عطل بالجهاز المنظومة الهيدروليكية ممكن أنه شنو ممكن أنه أستغني عنها وببعض الجهد الإضافي أستخدم الجهاز التوجيه الميكانيكي. هذا ببساطة جهاز التوجيه الهيدروليكي. طبعا هذا الصمام الروتري أتمنى هنا أكو صور حتى أراويكم وبهالشكل هذا راح يكون الروتر. يعني هي أكو هواي التصاميم لكن بشكل عام راح يكون شنو عندي يربط لي أما المضخة ويا ال A وأما يربط لي المضخة ويا من ويا ال B. هذا ال A وهذا ال A مثلا نسميه وهذا ال B. فأما يربطها هيك بهالاتجاه ربط وأما يربط شنو بهالاتجاه. زين بالنسبة للراجع أيضا نفس الشيء، راح هذا الراجع راح يكون شنو هذا للخزان أو راح يكون شنو هذا راح يربط للخزان. زين فبشكل عام أنتوا تشوفون أنه ممكن أنه هذا نوع آخر من الصمامات التوجيهية اللي ممكن أن توجه للزيت مثل بالاتجاه اللي هاني أريده. طبعا هنا مثل ما تشوفون عندي مثلا هنا برجر ليفت يعني تدور لليسار يجي من المضخة، هذا لسه مربوط بهالاتجاه. لكن الصور إذا أكو صورة ثانية هنا أكو صورة أخرى هنا إيش راح يصير؟ راح يصير عندي إنه الليفت راح يربط ويا من ويا الخزان كان مربوط ويا من ويا، وبعدين الرايت هذا الرايت راح يربط ويا المضخة. فبهالطريقة هاي يعني أثناء الاستدارة مالتي راح أستطيع أن شيء. طبعا هاي أيضا من يقول لك يعني شوف أنت هنا هذا رايت وهذا رايت، طبعا منفذين بس مو مشكلة عندي منفذين للمضخة ومنفذين فتودي لإيمن، أهم شيء المضخة تودي إلى الجانب الأيمن. هنا أيضا المضخة هنا عندي الليفت اللي هو الطرف الاسطوانة الأيسر يرجع لي الخزان، وهنا أيضا طرف الاسطوانة الأيسر يرجع لي المن للخزان. فهذا هو عمل الصمام الهيدروليكي يسموه الروتري أو الدوار. طبعا هنا أكو بعض الفيديوهات، طبعا هنا أكو بعض الفيديوهات اللي نقدر راح توضح لنا الموضوع بشكل يعني أكثر وضوح. مثل ما تشوفون هنا هذا أمامكم مش تستيارة اللي نسميه أو منظومة استدارة. طبعا مثل ما تعرفون جزء تشوفون هناك جزء جزء هيدروليكي جزء ميكانيكي اللي هو ترس البنيون والترس المستقيم
هذا جزء ميكانيكي. الجزء الهيدروليكي هو عبارة عن مضخة، هنا أكو مضخة، طبعا هذا واحد معدن إنبوت والآخر أوتبوت. هذا الصمام اللي حكينا عليه اللي هو الصمام الروتري الدوار اللي راح يربط لي اما الطرف الايمن واما الطرف الايسر بالمضخه والعكس مع بالخزان. طبعا هذا ابو خلينا نفترض اي وهذا بي، كل واحد رايح الى طرف من اطراف الاسطوانه. هذه الاسطوانه مثل ما تشوفون هذا المكبس، مكبس الاسطوانه، فراح يندفع اما بهالاتجاه واما راح يندفع بهالاتجاه. زين، طبعا هذا هنا هو مسوي مقطع هو لغرض التوضيح لا غير. فشوفوا مبدأ عملها جدا بسيط، يتركب من ترس بنيون، ترس مستقيم، هذا بالنسبة للجزء الميكانيكي. الجزء الهيدروليكي راح يتكون من مضخة، وأكيد طبعا أكو خزان ومضخة وصمام توجيه يسموه روتري أو دوار، وأيضا أسطوانة هيدروليكية ثنائية الفعل شرط، لأنه إذا كانت عادية الفعل ما راح أقدر أستدير، إذا استدارت إلى أحد الجوانب ما راح أقدر أستدير إلى الجانب الآخر، فلازم تكون ثنائية الفعل. وأيضا طبعا ما يربط الصمام التوجيه بالأسطوانة هو لابد من وجود أنابيب، لأنها راح تكون ضغط عالي. ليش؟ لأنه في أحد في في من الاستدارة من اليمين لليسار أو إلى أحد الاتجاهات راح يكون مثلا هذا راح يكون ضغط عالي وهذا ضغط واطي. من أستدير بالاتجاه المعاكس راح تنقلب، راح يكون هذا ضغط عالي وهذا ضغط واطي بالعكس. زين، خلينا نجي نشوف شنو بعد اللي موجود بالفيديو اللي نشوف. طبعا هذا الجزء اللي تشوفوه هذا مرتبط بعجلة القيادة، يعني راح تتحكم بعجلة القيادة. هذا الجزء ليش يكون مرن هنا يسموه؟ لان هذا الجزء اولا حتى يمنعه من الاتربة، ثاني شيء لان هذا مرات يستطيل ومرات يعني يقصر، فلازم يكون الجزء المغطى به هو يكون جزء مرن. تشوفون مدى مرونة الحركة البي، وايضا يحتاج الى تشحيم من فترة اخرى. One main thing I want to tell you about this one is that this part is known as the mechanical part while this one is the hydraulic part. It is basically a combination of يقول هذا الجزء الهيدروليكي وهذا الجزء العفو هذا الجزء الميكانيكي وهذا الجزء الهيدروليكي mechanical and a hydraulic system. So and the main advantage of this power rack and pinion type steering system is that if there is any failure in the pump or in the fuel line. So هنا هو صاحب الفيديو ده يشير انه اذا كان اكو وحده من مميزات هذا النظام اللي مثلا قديس انسان يقول انا ليش ما احاول كله هيدروليكي واخلص، لكن هنا شو يقول؟ في حال حصول فشل في المنظومه الهيدروليكيه او تسرب او مضخه عطلت، انقطع القايش مال المضخه، الصمام مثلا صار فيه انسدادات او غيره، فاني ما ممكن اني اوقف بالشارع، ممكن اني احرك المركبه سواء كان سياره او شاحنه عن طريق الجهاز اللي يسموه الميكانيكال. So in the hydraulic system, the mechanical part still works and you don't lose your control over the steering. So now we will start to explain the working of this system. First of all, we will rotate the steering wheel. The steering wheel rotation is transferred to this steering column. This steering column just connects with this rotary valve. The rotary valve is further connected to the high pressure line that just gone into these chambers. Inside this liner, there is a chamber along with these seals. You can see that. Okay. So when we rotate the wheel, the fluid or the hydraulic oil from a pump just flow into this rotary valve. So let's start its working. When we rotate, the station will talk with the engine which will pump valve. The chamber according to our action of tie rods and they are further connected to the portion of the steering wheel which will further transfer this rotation of the rack into the tie rods and they are further connected to the tie rod ends and the steering knuckle which will move the طبعا هذا يسموه التاير رود، هذا اللي راح يربط لي بالاجزاء يعني بالعجله الارضيه اللي هو راح يحركها يمين او يسار. And the steering knuckle which will move the wheels in our desired direction. These lines are not fixed as in or inlet or outlet because it will
work as an inlet and outlet according to the condition or according to خارج وهذا داخل يعني في بعض الأحيان هذا يكون يعني جاي من المضخة زين الزيت يجي له من المضخة إلى هذا الجزء وبعض الأحيان لا يرجع إلى الخزان حسب شنو هذا الصمام يوجه حسب توجيه الصمام. The rotation of our it comes different. So this is the video. الفيديو الآخر أشوف إذا ممكن نشوفه. From the steering wheel here. The steering rack's responsibility is to take the rotational motion coming from the steering wheel here and turn it into translational motion that can turn. هنا مثل ما تشوفون طريقة الاستدارة. هذا الجزء اللي تشوفوه لابد تشوفوه هذا المستطيل من هاي الأنابيب. هنا راح تشوف راح يحرك باتجاه معين. شوف راح يدفع الإطار طبعا هنا لو نقدر نشوف راح يدفع الإطار. شوفوا هذا هنا هذا الجزء اللي تشوفوه إذا أشر عليه. هذا مرتبط بعجله القياده اللي احنا نسميه الستيرن او المقود فاثناء الاستداره راح يحرك لي التروس وايضا راح يعطي لي منظومه طبعا من انت افطرت السياره فاتح السويتش فقط ما راح تقدر تشوف الاستداره ما تقدر تصير ثقيله ليش؟ لان بعدها ما نفعل المنظومه الهيدروليكيه من الشغل المحرك راح تتفعل المنظومه الهيدروليكيه راح تشوف الاستداره تكون بشكل اخر. هنا راح يحاول انه يفسخ المنظومه الهيدروليكيه تفسيخها مو صعب جدا بسيط لو واحد عنده المعدات المتوفره طبعا هذا المكبس اللي متصل وين انه متصل بالترس المشطي وهذا راح يدخل داخل الاسطوانه من هذا راح يتربط بالترس ترس الدوله بيسميه هاي الاسطوانه راح يجيها زيت من الطرف الايمن ومن الطرف الايسر